لا تحوز طائرات الشحن في الغالب سلم أولويات متطلبات القوات الجوية المختلفة حول العالم، بل تأتي عادة بعد متطلبات الحصول على الطائرات الهجومية وطائرات التدريب. ويرجح المحللون السبب وراء ذلك في أن طائرات النقل تتمتع بعمر خدمة أطول من أنواع الطائرات الأخرى الموجودة في المخازن العسكرية للقوات الجوية، كما يمكن تحديثها بسهولة كبيرة وبتكلفة منخفضة نسبيا. وقد أثبتت طائرات النقل التكتيكية ذات الدفع التوربيني المزدوج شعبية في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، حيث تهيمن على السوق العسكري طائرات نقل من طراز C295M Airbus، وكذلك طائرات ليوناردو C27J سبارتن. وتشغل الدول الأوروبية أيضا طائرات C295M عالية الجناح، والتي تم تطويرها من طائرة الكاسا CN23 والتي تخدم حاليا في القوات الجوية الفرنسية، وتعمل من خلال زوجة من المحركات التوربينية من طراز برات & ويتني كندا PW127G تربوبروب، وبقوة 2654 حصان شافت للمحرك الواحد. وتتميز C295M بقدرته على حمل 71 جنديا أو حمولة قصوى تبلغ 9 أطنان و250 كيلوغراما من البضائع المحملة عبر المنحدر الخلفي للطائرة. وقد اشترت 31 دولة هذه الطائرة، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ تخدم أعدادا قليلة من الطائرة في سلاح الجو لكل من الفلبين وتايلاند وفيتنام. وعلى الرغم من اختيار سلاح الجو الهندي لهذه الطائرة تحل محل أسطولها القديم من طراز الأنتونوف 32 والإتش إس 748، إلا أن العقد لم يوقع بعد. على الجهة الأخرى تم تطوير طائرة ليوناردو C27J سبارتن بالاستناد إلى طائرة النقل العسكري الفيات G222، والتي قامت برحلتها الجوية الأولى في يوليو من عام 1970. وبعد 22 عاما قامت C27J برحلتها الجوية الأولى. وتعمل هذه الطائرة بواسطة زوجة من المحركات التوربينية من طراز الرولز رويس AE 2100D2 تربوبروب، وبقوة 4367 حصان شافت للمحرك الواحد. وتتميز C27J بقدرته على حمل 68 جنديا مجهزا بالكامل أو حمل 11 طنا ونصف الطن كحد أقصى. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر أستراليا هي الدولة الوحيدة التي تشغل C27J، حيث تقدمت القوات الجوية الأسترالية بطلب لشراء 10 طائرات سبارتن، وبدأت بتسلمها أواخر عام 2014، ووصلت أول طائرة إلى القدرة التشغيلية الأولية أو ما يسمى الـ IOC في ديسمبر من عام 2016، بينما استلمت القوات الجوية الأسترالية الطائرة الأخيرة في 18 من أبريل عام 2018. وبحسب المراقبين العسكريين تعتبر اللوكهيد C-130 هيركوليس هي أشهر طائرة نقل عسكرية تكتيكية في العالم، حيث حلقت هذه الطائرة الأمريكية المجهزة بأربع محركات توربينية لأول مرة في أغسطس عام 1954. وبحلول عام 1998 تم تصنيع أكثر من 2000 طائرة، وفي عام 1991 تم البدء بتطوير نسخة أحدث من هذه الطائرة عرفت بالـ C-130J، وجهزت هذه النسخة المحدثة بأربع محركات توربينية من طراز رولز رويس AE 2100D3 تربوبروب، وبقوة 4590 حصان شافت للمحرك الواحد. تبلغ حمولة C-130J المعيارية 92 جنديا مجهزا بالكامل. أما النسخة الأخرى من هذه الطائرة وهي C-130J-30 فتتميز بقدرتها على حمل 128 جنديا، وتبلغ الحمولة القصوى للC-130J حوالي 18 طنا و965 كيلوغراما. أما النسخة الأطول C-130J-30 فتبلغ حوالي 21 طنا و772 كيلوغراما. ويمكن فتح باب التحميل الخلفي والمنحدر الهيدروليكي
خلال الرحلة الجوية لإسقاط جنود المظلات أو البضاعة بسرعة تصل إلى 463 كيلومترا في الساعة. وفي مارس من عام 1995 اندمج الشركة لوكهيد كوربوريشن مع شركة مارتن ماريتا لتصبح الشركة باسم لوكهيد مارتن. وكانت القوات الجوية الملكية البريطانية أول مشغل يشتري طائرة C-130J، حيث بدأت عملية التسليم لهذه الطائرة في نوفمبر عام 1999. وكانت القوات الجوية الملكية الأسترالية أيضا من ضمن أوائل المشغلين لهذه الطائرة، حيث تقدمت لشراء 12 طائرة من طراز C-130J-30. تبعتها بعد ذلك كوريا الجنوبية والهند، وفي الآونة الأخيرة استلم سلاح الجو البنغلاديشي طائرة واحدة في أغسطس عام 2019. أما نيوزيلندا فقد اختارت هذه الطائرة لتستبدل أسطولها القديم المكون من 5 طائرات من طراز C-130H. وتنافس طائرة النقل التكتيكية ذات الإقلاع والهبوط القصير الأمبراير C-390 ميلينيوم طائرة اللوكهيد مارتن الأمريكية C-130J. ففي عام 2009 تعاقدت القوات الجوية البرازيلية مع شركة أمبراير لتصميم وتطوير وتصنيع هذه الطائرة لتحل محل أسطولها القديم من طائرات C-130 الأمريكية. وفي عام 2018 حصلت C-390 ميلينيوم على الشهادة المدنية من وكالة الطيران الوطنية البرازيلية الANAC، وهي الآن في مرحلة الإنتاج الكامل. تشغل C-390 بواسطة محركين نفاثين من طراز IAE V2500E5 تربوفان وبقوة دفع تبلغ 139.4 كيلو نيوتن للمحرك الواحد، وتتميز بنظام التحكم في الطيران عبر الأسلاك أو ما يسمى بالفلاي باي واير سيستم بدلا من أدوات التحكم اليدوية. وقد جهزت قمرة القيادة بأجهزة رؤية ليلية أو نايت فيجن جوجلز، وكذلك بمجموعة إلكترونيات طيران تفاعلية بالكامل من طراز روكويل كولنز برو لاين فيوجن سوت. وقد زودت بأنظمة المراقبة وإدارة الحركة الجوية من نوع CNS/ATM، علاوة على ذلك تجهز هذه الطائرة برادار تكتيكي متقدم يضم رادار الفتحة التركيبية أو ما يسمى Spotlight Synthetic Aperture Radar SAR. ويشمل نظام الحماية الذاتية الخاص بالطائرة مجموعة واسعة من أنظمة الإنذار بالرادار والإنذار بالليزر والإنذار عند اقتراب الصواريخ، كما يشمل المشاعل الحرارية المضيئة وغيرها من التدابير المضادة الجوية للأشعة تحت الحمراء أو ما يسمى Directional Infrared Countermeasures DIRCM، وذلك لتعزيز حماية الطائرة عند انخراطها في سيناريوهات قتالية. وتتميز الميلانيوم بقدرتها على حمل 80 جنديا أو 66 من الجنود المظلين المجهزين بالكامل أو حمولة داخلية بوزن 19 طنا. ومن طائرات النقل الشهيرة عالميا أيضا طائرة الأيربوس A400M، والتي خضعت لعملية تطوير طويلة منذ قيامها برحلتها الجوية الأولى في ديسمبر من عام 2011. تشغل هذه الطائرة الأوروبية A400M بواسطة 4 محركات توربينية من طراز Europrop International TP400-D6 وبقوة 11,000 حصان شافت للمحرك الواحد. وقد جهزت هذه الطائرة الأوروبية بنظام التحكم في الطيران عبر الأسلاك أو Fly by Wire، كما صممت شركة ثالث قمرة القيادة الزجاجية وهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية. وجهزت كذلك بإلكترونيات طيران معيارية متكاملة Integrated Modular Avionics IMA، وجهز الشاشات العرض الرأسية المزدوجة في قمرة القيادة بنظام رؤية محسن أو Enhanced Vision Systems EVS من أجل الحصول على صور عالية الدقة للبيئة الخارجية، حيث يمنح هذا النظام كفاءة إضافية أثناء إجراءات أعباء العمل العالية وظروف الرؤية المنخفضة. وتستطيع هذه الطائرة استيعاب 116 جنديا من جنود المظلات مجهزين بالكامل وحمولة داخلية بوزن 25 طنا. ويرجع السبب الرئيسي للتأخير في برنامج تطوير هذه الطائرة الأوروبية A400M إلى مشاكل خاصة بالمحرك وعلبة التروس الجيربوكس
فحديثا في نوفمبر من عام 2019 رفضت القوات المسلحة الألمانية استلام طائرتي إيرباص A400M نظرا للمشاكل الفنية المتكررة التي تم اكتشافها خلال عمليات التفتيش الروتينية لمجموعة مراوح هذه الطائرة والتي تستخدمها القوات الجوية الألمانية اللوفتوافة. وبالإجمالي تم تسليم ما مجموعه 100 طائرة من طراز الـ A400M بحلول نهاية عام 2019 إلى بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وتركيا، فيما تعتبر ماليزيا الدولة الغير أوروبية الوحيدة التي استلمت 4 طائرات من هذا النوع. ويعتبر بعض المحللين العسكريين أن الـ A400M تعتبر طائرة منافسة للبوينغ C-17A جلوب ماستر 3 والتي لا تزال في طور التحديث والإنتاج، حيث حلقت هذه الطائرة لأول مرة في سبتمبر من عام 1991، ويرفع 4 محركات من طراز برات & ويتني F117PW100 تيربوفان، وهي محركات نفاثة وبقوة 179.9 كيلو نيوتن للمحرك الواحد لهذه الطائرة. وتتميز الجلوب ماستر بكونها أول طائرة نقل عسكرية مجهزة بنظام رقمي بالكامل للتحكم في الطيران عبر الأسلاك. أما قمرة القيادة الزجاجية الخاصة بها فقد جهزت بشاشة عرض كاملة الوظائف تعمل على مدار الساعة، وهنالك 4 شاشات LCD ذات مصفوفة نشطة ومتعددة الوظائف أو ما تعرف بالـ Active Matrix Liquid Crystal Display AMLCD. بالإضافة إلى تجهيزها بنظام إدارة متكامل بالترددات الراديوية مع بنية مفتوحة لنظام الاتصالات الكوسا، وتوفيرا للحماية الذاتية تجهز هذه الطائرة بنظام ضخم ليزري للتدابير المضادة للأشعة تحت الحمراء يعرف باسم Laser Based Large Aircraft Infrared Countermeasures أو LAIRCM، وهو من تصنيع شركة Northrop Grumman الأمريكية. وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على نقل نحو 200 جندي مجهزين بالكامل أو حمولة بوزن 45 طنا على مسافة تزيد عن 8300 كيلومتر، ويتطير على ارتفاع يفوق 35,000 قدم. وعلى الرغم من تسليم القوات الجوية الأمريكية ما مجموع 275 طائرة من نوع C-17A، تعتبر المملكة المتحدة المشغل الأوروبي الأول والوحيد لهذه الطائرة، حيث تسلمت القوات الجوية البريطانية أول طائرة من C-17A من أصل 7 في مايو من عام 2001، وتعد أستراليا المشغل الثالث لهذه الطائرة، حيث تقدمت بطلب لشراء 8 طائرات من هذا الطراز. وقد استلمت أول هذه الطائرات في نوفمبر من عام 2006. وفي عام 2009 اختارت القوات الجوية الهندية طائرة C-17A لمتطلباتها من طائرات النقل الثقيلة جدا، ففي عام 2010 طلبت الهند شراء 10 طائرات C-17A من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة. وفي فبراير من عام 2011 تمت الموافقة على شراء 10 طائرات بقيمة 4 مليارات و100 مليون دولار، مع خيار شراء 6 طائرات أخرى، وتم البدء بتسليم الطائرات في عام 2013. بيد أنه عندما حاولت الهند شراء الطائرات الستة الإضافية كان إنتاج الـ C-17A قد توقف. وفي عام 2015 كانت القوات الجوية النيوزيلندية تفكر في شراء طائرتين من نوع C-17A بتكلفة تقدر ب 600 مليون دولار لتحل محل طائرات C-130 القديمة، لكنها قررت في النهاية شراء 5 طائرات من طراز C-130J. ولا يبدو في الأفق أن الغرب يعمل اليوم على تصميم جديد لطائرة نقل ثقيلة، خاصة أن الأساطيل الحالية من طائرات النقل تخضع للتحديث المستمر كطائرة الجلوب ماستر بدلا من استبدالها في المستقبل المنظور.